عبر عدد من بحارة البحرين عن تضامنهم وتعاطفهم مع أسرة البحار حبيب عباس الذي لا يزال محتجزا في قطر بعد إيقافه بالقوة من قبل دوريات خفر سواحل القطرية، وطالبوا السلطات القطرية بسرعة إخلاء سبيله ووقف الأنشطة المعادية ضد مراكب الصيد البحرينية. ريال عور ترفع له سلاح عندنا يا هارك، شنو ذي المعاملة ذي؟ شنو ذي الحقد اللي في قلبهم على البحرينيين؟ يلا الله يعينهم إن شاء الله والله يهديهم، بس يقول على البحارة على أهل قطر الله يعينهم إن شاء الله، فرج على الجميع كامل البحارة البحرينيين، يمكن في غيرهم بعد مجودين إحنا ما ندري عنهم. أهم شيء هاي نتمنى إنه يهدونا يعني يفرجون عنا يعني. ان من الشعب القطري ان يتحركون عن هاي الموضوع، وبالاخص موضوع حبيب ان يتحركون عنه ويفرجون عنه ويصير حل البحارة، ان يتابعون لنا الموضوع هذا، ان الله يرده لاولاده ان شاء الله، ويا الحكومة القطرية ما سيء الوضع يعني صراحة. انا اشد اهل قطر ان يتدخلون في الموضوع وسهلون، لان الوضع يعني بالنسبة للبحر بالنسبة للبحارة وتوقيف البحارة هناك والمعاملة مو طيبة كلش يعني. تعرضنا لمضايقات من السلطات القطرية مرتين وثلاث وأربع وعشر، يجيك تهديد السلاح، يبغي يدعمك يقتلك، يبغي يعني يذلك بأي طريقة.